ما ترجع على البيت تبدأي أو تاخذي طفلك تبدأي ترضعيه رضاعة طبيعية. الحليب اللي شفطتيه ضروري جدا انك انت تعطيه لطفلك عن طريق ملعقة او كوب الصغير اللي هو كوب الدواء او عن طريق السيرنج حق الدواء اللي هو ابرة اللي نعطي فيها الادوية للاطفال عشان نبتعد تماما من موضوع ارتباك الحلمة ويصير طفلك يرفض الرضاعة الطبيعية منك. وقت ما انت تبدأ تشفطي الحليب تأكدي تماما انك انت جالسة في وضعية مرتاحة، تكسري من شرب السوائل وتحطي صورة ممكن لطفلك، كثير من أمهات وجدوا صورة طفلهم تكون معاهم وقت ما تشفط الحليب وهي بعيدة عن طفلها بيساعدها على إدرار الحليب. هذه نصائح مهمة بشكل عام على موضوع شفط الحليب، ونشوفكم في الحلقة القادمة بإذن الله عن كيفية تخزين الحليب. في معلومة كمان مهمة، كثير من الأمهات يسألوا إيش هو نوع الجهاز المناسب لي، لأنه في مضخات تكون إلكترونية ومضخات تكون يدوية. من الأفضل أنك أنت تسألي الصيدلي عن نوع الجهاز المناسب لك من ناحية الكفاءة، من ناحية التكلفة، ومن ناحية سهولة التنقل. وفي الختام أتمنى لكم كلكم أمومة سعيدة واستمتع معهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أمهات العزيزات في حلقة جديدة من برنامج استمتع معهم. هتكلم اليوم عن موضوع شفط الحليب. في كثير من الأوقات الأم تضطر إن هي تبعد عن طفلها، سواء كان الطفل خديش يحتاج إلى رعاية خاصة في العناية المركزة، أو كانت الأم تبى ترجع تاني لعودة للعمل أو للدراسة. في هذه الحالة إحنا ننصح الأم بإكمال الرضاعة الطبيعية وتستمر على رضاعتها لطفلها إلى أن يجي الوقت اللي هي ترجع فيه لعودتها للعمل أو للدراسة. طيب في هذه الفترة إيش حتقدر تسوي؟ نحاول إن إحنا نشجعها كمان إن هي تبدأ تشفط الحليب عشان يكون في عندها مخزون جيد لما تبدأ ترجع للعمل أو دراسة أو رحلة الطفل للحضانة، يصير يقدروا يرضعوا الطفل من حليبها الطبيعي. كم مرة تشفط الأم في اليوم؟ ننصح الأمهات وهي في البيت مع طفلها إنها هي ترضعه طبيعي. لما تبعد عن طفلها كل ساعتين إلى 3 ساعات تبدأ إن هي تشفط الحليب عشان يستمر إدرار الحليب، لأنه زي ما تذكرنا في الحلقات السابقة إنه كل ما زاد رضاعتك لطفلك كل ما زاد إدرار الحليب. إذا كان عندك تقريبا 8 ساعات في معدل 8 ساعات يوميا دوامك، بدي هترضع طفلك مثلا الساعة 8 الصباح قبل ما تخرج من البيت، على الساعة 10 الصباح في العمل هتبدأ تشفط الحليب، الساعة 12 الظهر هتشفط الحليب، الساعة 2 هتشفطي يعني تقريبا كل ساعتين، بعدين الساعة 4 أول